في هذه الفقرة دائما نشير إلى الكتاب الأقرب إلى موضوع الحلقة، فماذا اختارت لنا الأستاذة أسماء المختار؟ السلام عليكم أستاذة أسماء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما الكتاب الذي اخترتيه وتفضلي بعرضه؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أشكر برنامج بوح البنات لإتاحتي الفرصة لي مرة بعد مرة للمشاركة في هذه الفقرة التي أرى أنها بوابة لقراءة كثير من الكتب المفيدة والمهمة التي يغفل عنها الكثير. ثانيا، الكتاب الذي اخترته هو تعزيز الهوية الأنثوية في مواجهة ظاهرة البويات، وهو من تأليف سلة من الدكتورات الفاضلات دكتور أنوار الرشيدي وبنان زاهد وهانم بنت محمد، من والكتاب هذا من إصدارات مكتب أو مركز باحثات لدراسات المرأة. تناول الكتاب هدف عام وعدة أهداف تفصيلية، وقسم إلى 7 فصول ما بين تعريفات وقصص واقعية وتجارب وحلول وبعض الحقائق العلمية. طيب، ما هي أسباب الوقاية التي يمكن أن نستفيد منها من الكتاب نفسه؟ يعني احنا تكلمنا كثير يا أستاذ الآن في الحلقة عن العلاجات، لكن هل ذكر في الكتاب ما يتعلق بأسباب الوقاية؟ نعم، أسباب الوقاية عموما كثيرة وعلاجها، لكن ربما أبرزها التي ركز عليها الكتاب وهو دور الوالدين من هذه الظاهرة. فدور الأم مثلا بمشاركة ابنتها في اختيار ما تلبس وما تتزين به فيما يناسب هويتها الأنثوية، كذلك الاهتمام بابنتها وقضاء وقت معها، أيضا دور الأب في ذلك بتكوين صداقة قوية مع ابنته وإشعارها بأنها مرغوبة كما هي وأنهم ينتظرون منها الكثير والكثير. كذلك أشار الكتاب إلى تعاون الأسرة والمدرسة والمجتمع، وختموا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ممكن تعطينا اقتباس من الكتاب؟ هناك كثير من الفقرات الجيدة في الكتاب، وقد شدني نقطتان مهمتان. أحدها أن من أهم الوسائل الكفيلة بتربية صحيحة أننا مهما بحثنا في الوسائل وسعينا سنرجع في نهاية المطاف إلى أن التربية الإيمانية هي الحامي بإذن الله من كل انفتاح سلبي يؤثر على الهوية. الأمر الثاني أن من إيجابية الانفتاح تحفيزه المربين على تطوير أدواتهم وأساليبهم والاستفادة من كل جديد. كيف يمكن البنات يطلعون عن الكتاب؟ الكتاب في مركز باحثات في مكتبة المركز. يعني كيف ممكن يدخلون عليه في الانترنت مثلا في PDF؟ لا يوجد PDF وإنما ورقي. أي إذا ممكن يعني رسول المركز أو إذا كان في متجر للمركز أيضا ممكن يطلعون عليه. شكرا جزيلا للأستاذة أسماء المختار على هذا العرض الجيد لهذا الكتاب، والحقيقة يعني شكرا أيضا لمركز باحثات دراسة المرأة الذي يعنى عناية فائقة بهذه القضايا التفصيلية والتي قد لا تجد فيها بحثا متكاملا بوجهة نظر موضوعية ومحايدة. شكرا جزيلا.